تم البدء في المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019. المرحلة الثانية عبارة عن تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الاستشاري. الحمد لله كان الإقبال جيد من المواطنين مدينة كلبة بما يضم الفئات كبار المواطنين ومن الشباب ومن العنصر النسائي. المقر مجهز بالكامل لسرعة وتسهيل إجراءات التسجيل. الحمد لله في مقر بلدية مدينة كلبة تجهيزات التنفيذيين، الموظفين، سلاسة التسجيل في خلال دقائق يتم التسجيل بالكامل بعد التأكد من المستندات المطلوبة حسب الاشتراطات الترشح لعضوية المجلس الاستشاري. اليوم طبعا مستمرين لليوم الثاني على التوالي في تسجيل المرشحين لعضوية الانتخابات المجلس الاستشاري. الحمد لله كان الإقبال جيد، وخلال اليوم الحمد لله تم زيارة وفد من لجنة إدارة الانتخابات برئاسة سعادة أحمد سعيد الجروان والوفد المرافق له للاطلاع وعلى سير العملية، عملية تسجيل المرشحين. وغدا إن شاء الله اليوم الأخير للتسجيل، فمنها نناشد أهالي مدينة كلبة اللي ينظر في نفسه الكفاءة والقدرة والإمكانيات ليصل صوت أهالي مدينة كلبة والترشح للمجلس الاستشاري الإقبال والتسجيل، وذلك طبعا تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حفظ الله ورعاه، وكذلك بالمشاركة بهذا العرس الانتخابي لإمارة الشارقة.